بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى هنمسك تاني جزء في المنهج من بعد الميد تيرم. ايه دوت؟ دي خلاص الليكتشرز اللي احنا كنا شرحناها في اول بارت من الفيديوز اللي هو لحد الميد تيرم. بعدين هتلاقوا التو فايلز دول ايه؟ اول واحد احنا ده اللي هنمسك فيه شويه لحد ما نخلصه. اتكلم عن ايه بقى؟ هو بيتكلم على الاردوينو. الناس اللي بتحضر السكاشن هي اللي هتفهم الحوار ده اكتر، بس عامه هنتعامل على الكل. هو بيقول لي ايه هو الاردوينو؟ بيقول لي ان هو open source electronic platform، يعني بلاتفورم بتاعت electronics open source مفتوحه لاي حد. used for ايه؟ ان انا اكري بيها البروجكتس اللي هستخدم فيها الالكترونكس، يعني من الاخر اي بروجكت هيبقى فيه دوائر والكلام ده كله. وعلى فكره الاردوينو يعتبر اف بي جي اي عشان هو بيتبرمج اصلا، او ان هو يوزر انترفيس، هو ممكن يعتبر كذا حاجه. طيب بيتكون من ايه؟ اهو هو قال عندي فيزيكال بروجرامبل سيركت بورد. هي بورد او شبايه كبيره شويه او مجموعه سيركتس في بعض بيتبرمجوا زي ما احنا قلنا. و a piece of software او اسم التاني اللي هو ال IDE اللي هو ال integrated development environment. طبيعي لان احنا قلنا طالما في برمجة يبقى لازم هيكون في جزء software. طيب جزء software ده بيحصل له run على الكمبيوتر، بعمل بيه ايه؟ بكتب فيه او بعمل upload للكودز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول لو تفتكروا، اللي هي الداتا اللي بتعمل لها configure في ال FPGA عن طريق ال configurable programs اللي بتقرا الداتا دي وبتحملها. طيب ادي كده خلصنا من ده. هو بيقول لي ان الاردوينو مايكرو كنترولر ده easy to use وان هو powerful، يعني كويس من اخر كفاءة يعني. construction in the hobby and the professional market، ان هو يعني موجود بكتير يعني في الماركت، الناس كتير بتستخدمه عشان هو يعتبر حاجة professional. خلاص هو احسن حاجة هاردوير، فيها مميزات كتير وفي نفس الوقت بتساعدني ان انا اتعامل مع الهاردوير دايركت من غير من خلال الكمبيوتر. برضو هنيجي هنا بيقول لي ليه او ايه الاسباب اللي خلت البلاتفورم بتاع الاردوينو popular مع الناس اللي لسه بادئه انها تشتغل في مجال الالكترونكس. بيقول ان هو باختلاف جميع البروجرامبل سيركتس الاردوينو بيتميز بحاجه، ان هو ما بيحتاجش هاردوير تاني يتعمل بيه كونكت اللي هو البروجرامر، لكن هو بيحتاج ايه؟ مجرد يو اس بي كابل بيتحمل عليه كل حاجه من الكمبيوتر على طول. حاجه كمان ان الاردوينو اي دي اي بتستعمل او بتستخدم فيرجن بسيطه جدا من السي بلس بلس، فده بيخلي وبيسهل الدنيا على البروجرامر اكتر ان هو يتعلم ازاي يعمل بروجرامز، وده طبعا هنشوفه في المحاضره بتاعه البرمجه. يعني البرمجه من الاخر بسيطه جدا فسهله ان اي حد يتعلمها. تاني حاجه بقى ان الاردوينو عامل شويه ستاندردز كده من الفاكتورز. بتعمل ايه بقى دي؟ يعني بتقسم الفانكشن بتاعه المايكرو كنترولر ده لحاجات صغيره اكسسبل، يعني ان انا ممكن خلاص اعمل عليها اكسس واستخدمها. طيب شكل الاردوينو ده ايه؟ ده الاردوينو اللي احنا شغالين عليه في السكشن واللي هو المفروض يعني بنكري بيه المشاريع بتاعت اردوينوز وكده. اسمه ايه؟ اسمه اردوينو اونو. طيب نشرح حاجات هنا على الرسمة اسهل. 0 1 و2 و3 الحاجات دي دي بنز بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها كونكت بحاجات تانية. وده الباور سورس، دي الجراوند، دول هما يعني البنز بتوع الباور سورس اللي احنا هنعرفهم بعدين في البروجرامز بتاعتنا. دي suggested readings يعني حاجات نقراها كده على السريع. سيبوكم الكلام ده كله، هنمسك هنا ان هو tool كويسة للبيبول في جميع السكيلز بتاعتها سواء مبتدئة او ناس professional او ده طبعا عشان احنا قلنا ان هو سهل في الاستخدام اصلا. يعني الدكتور بينصحنا بالحاجات دي نقراها عشان نفهم كويس الاردوينو ماشي ازاي. نفس الكلام هنا. طيب بيعمل ايه بقى الاردوينو ده؟ هو بيقول ان الاردوينو سواء الهاردوير او جزء السوفتوير معمول له ديزاين للارتست والديزاينرز والهوبيست والهاكرز، جميع انواع الايه الليفلز زي ما احنا قلنا. اي واحد عايز ان هو يعمل اوبجكتس هيستخدم الاردوينو على طول. طيب بيقول لي حاجه كمان، ان هو بيتفاعل او يعني بيبقى في كونكشن ما بين الباتونز والليدز والموتورز والسبيكرز والجي بي يونتس والكاميرات، يعني ان انا ممكن اوصل الاردوينو ده باي حاجه. طيب الفلكسبيليتي دي بقى
الناس مزجوها او يعني جمعوها في الاردوينو مع حاجه كمان، ان السوفت وير بتاعه اصلا فري، ما بيحتاجش ان انا اسطب له حاجه معينه بفلوس او وطبعا الهاردوير، ان البوردات بتاعه الهاردوير ده رخيصه، فخلاص انت عندك امكانيه ان انت حاجه ممكن تستخدمها في حاجه كبيره قوي، وممكن لو انت لسه بجنر تتعلمها مع امكانيه ان هي ممكن تتوصل بكذا حاجه. كل دي ميزات الاندرويد بيوفرها. يعني انا واحده من الناس اللي بتهيألي لو الدكتور جاب سؤال في حاجه زي دي هيقول ايه هو الاردوينو بيستخدم في ايه، وحب الصح وغلط بقى في معلومات عنه. هنا بقى التصنيفه زي الحته اللي انا شرحتها اللي فات، ايه بقى اللي في البورده دي، ايه اللي بيحصل هنا. هو بيقول ان معظمهم مش نفس الشكل بالظبط، بس نفس الاستراكشر سوا مع بعض، يعني بيبقوا مختلفين عن بعض بس في اساسيات في كل اردوينو. اول حاجه اليو اس بي بورت او البارل جاك. ايه هو دوت بقى؟ الطريقه او المكان اللي انا بعمل مع الاردوينو الباور سورس بتاعه لما باجي اعمل كونكت مع حاجه تانية. احنا طبعا كنا قلنا ان الحاجات دي هي الباور سورس بتاعتي، صح؟ طيب انا بوصلها بايه اصلا؟ باليو اس بي كونكشن. فين اليو اس بي كونكشن؟ شايفين دي الجزء ده بيبقى فيه فتحه كده يو اس بي، بندخل فيه اليو اس بي من هنا وندخل الناحيه التانية في الكمبيوتر كده، يبقى انا عملت كونكشن باليو اس بي ما بين ال اسمه ايه الاردوينو بتاعنا بالكمبيوتر. تاني حاجه البارل جاك بقى التاني بيتحط منين؟ بيتحط من الحته دي اللي هو رقم 2، تمام كده. احنا كده يبقى الواحد ده او الجزئيه دي اللي انا عاملاها عليها بالماوس دي الحته اللي انا بحط فيها اليو اس بي كابل اللي بوصله بالكمبيوتر، انما ده بيكون ايه؟ ده بيكون البارل جاك اللي انا بعمل بيه يعني بسبورت بالباور سبلاي بتاعي، بوصل الباور بالاردوينو بسبب الحوار ده. مثلا درجة فولت والفولت المناسبة ما بين الاردوينو يعني عشان اتعامل معاه براحة واتجنب اي مشاكل هو ما بين 6 ل 12 فولت. هنا بقى بيشرح البنز اللي احنا كنا بنتكلم عليها. انت عندك هنا بنز من 0 ل 13 وبعدين الجراوند. البنز دي اللي انا بعرف بوصل بيها مع حاجة تانية سواء هي شباية ولا ايه ولا واتفر هي ايه، المهم ان هي دي البنز اللي انا بوصل بيها اي حاجة بأي حاجة. طيب يستحسن ان انا اسطب فين؟ ان انا يعني اشتغل مع 5 فولت او 3.3 فولت، هتلاقوه مكتوب هنا، ده 5 فولت وده 3 فولت. حاجة كمان الأحسن حاجة أشتغل فيها هو 13 و5. طيب ليه؟ 13 فيه ريزيستنس طبيعي، يعني مش هتحتاج ان انت تعمل مقاومة او ريزيستنس في الجزء التاني اللي انت بتوصله مع الاردوين. الجراوند دي كأنك بتوصل بالجراوند يعني شحنة 0 او 0 فولت عادي جدا. في حاجة اسمها الانالوج 6، ده الاريا بند اندر انالوج ليبل تن تن تن. دي ده اللي هو السنسور او اللي بيحس بالانالوج سيجنالز بتاعتي، ده اللي هو هنا اهو، دي حتى تلاقوها A0 A1 A2 1 و2 و0 و5 وحاجات دي اللي هو رقم المدخل او المخرج، انما دول كلهم بيعملوا ايه؟ وظيفتهم ان هم يعملوا سنس للانالوج سيجنال، يعني لو في انالوج سيجنال معديه هو اللي يلقطها من الاخر. بالنسبه بقى للديجيتال 7 والبي دبليو ام والاي ار اي اف، معلش انتوا قروهم لان احنا ما يعني انا ما كنت بحضر السكاشن، بس هو تقريبا ان احنا ما بن يعني ما استخدمناهمش كلهم او ما خدناهمش كلهم، بس في حاجه البي ام دبليو دي او سوري البي دبليو ام اللي هي ثواني راحت فين. بصوا هنا لو شفتوا رقم 3 في جنبها علامه او شرطه و5 زيها و6 زيها، الشرطة او العلامة دي اللي هي دي. طيب دي بتقولي ايه؟ في حاجة في البروجرامز ان شاء الله هنشرحها ان هو بيعمل بلس او بيقسم، يعني مثلا يقولك ايه نور كل 3 ثواني، هدي النور، مش عارف ايه، مهم يبقى فيه بلسز. فلما هنيجي نشتغل بحاجة زي دي يبقى لازم نركب على اي بن اللي جنبه ايه العلامة دي اللي هو 3 و5 و6 و9 و10 و11، حتى انتوا هتشوفوهم هنا في علامة. بالنسبة بقى الزرار ده الزرار بتاع الريسيت، خلاص الناس كلها عارفة يعني ايه ريسيت وايه اللي هيحصل فيه. طيب بالنسبة بقى اللداية بتاعت 11 اللي هي دي انت اول ما يعمل كونكت بالكمبيوتر لازم تنور من الاخر، يبقى احنا كده ايه، يبقى اول ما دي تنور يبقى انت تمام كده، يبقى انت شغال كويس والموضوع معاك ايه
خلاص حصل كونكشن يبقى هي كده شغالة، انما دي لو منورتش يبقى كده في مشكلة والحوار ايه، في حاجة بايظة. ال تي اكس وال ار اكس انا ما مش عارفاهم بصراحة، ومتهيألي ما خدناهمش، ولو حد من السكشن خدهم قولولي وانا هشوفها واشرحها لكم. هنا المين اي سي يعني ايه بقى، 2013 فيشن 13 اه اهي اه دي الاي سي الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها، او اللي بتشغل الاردوينو اصلا. الناس طبعا بقى اللي شغالين في الكلام ده يقدروا يشرحوا في الحوار ده اكتر، بس عامه السلايد دي كلها تحسوا ان انتوا بتتعرفوا على الاردوينو، لو حد حضر السكشن يا دوب هيلقط بس كام معلومه. وده الفولتج، ده الريجوليتور بتاع الفولت اللي بيظبط الفولت في الاردوينو كلها. هنيجي هنا اردوينو ميك تك تن تن تا. اه بيقول لي ان هو كذا بورد بيظبطوا واسمهم اردوينو، بيختلفوا الاشكال والانواع مثل اي حاجه دلوقتي. واحسن نوع ان انا ابدا بيه الشغل لو انا لسه متعلم، او لو انا متعلم وعايزه حاجات كويسه ونظيفه، هو الاردوينو اونو. ده احسن نوع من انواع الاردوينوز الموجوده واسهلهم طبعا. هنا حاجة اسمها الليلي باد اردوينو، ده نوع تاني من انواع الاردوينو. ده بقى فيه ميزة تانية، هو معمول باركتكتشر مختلف بتكنولوجي مختلفة، بل بالعكس ده فيه ميزة كمان بقى، ان انا ممكن اغسل السنسور بورد او الباور بورد او الاوتبوت بورد بتاعه. هنيجي هنا ده نوع تاني اسمه الريد بورد، برضو نفس الحوار رو مفيش مشاكل، بس هو عامه المشترك ما بين كل الانواع ان كل واحده ليهم ليها الباور سورس بتاعها، ليها الاوتبوت بتاعها، ليها البارل جاك بتاعها او البارل مش عارفه، وليها اليو اس بي بورت بتاعتها. بصوا في اساسيات اللي احنا اوريدي شرحناها دي موجوده في كل البورت مش في الاونو بس. وده الاردوينو ميجا والليوناردو، ودي بقى انواع السنسورز اللي احنا هنتكلم فيه بقى. ايه هي دلوقتي شايفين الانواع دي اللي هي الاونو والليلي باد والريد بورد والاردوينو ليوناردو والاردوينو ميجا. الدكتور كان في مره سال في المحاضره ايه هي الاردوينو ميجا، كلنا سكتنا. من الاخر دي كلها اردوينو فاميلي، الفاميلي مكونه من افراد او انواع، هي دي بقى ان انت تقول اردوينو ميجا. وشوفوا لكم اي جمله اللي انتوا عايزينها، المهم ان هو نفس البيزك موجود في كل الاردوينوز، بس اهم حاجه ان انتوا تحفظوا الانواع. ودي السنسورز خلاص الموضوع ما فيهوش مشاكل. سنسورز هي من اخر بورت بتنور لما تحس حاجه، واتيفر ايه اللي حسيته سواء سيجنال ولا ايه حوارها بالظبط، اي حاجه فولت واتيفر حسب مشروعك هيكون ايه. عندي بعد كده عندي حاجه اسمها الشيلز. طيب ايه هي الشيلز دي؟ بصوا هي اجزاء حاطه فيها سيركتس ببنيها من اول وجديد. طيب وبورده صغيره، البورده دي بتتحط في التوب بتاع الاردوينو في اول الاردوينو. طيب بعملها ليه؟ بتوفر لي امكانيات تانية. زي ايه بقى؟ زي ان انا اعمل كنترول للموتورز لو المشروع عايز مني ان هو في حاجه موتورز، اعمل كونكت مع الانترنت، اعمل سيلولار او وايرلس كوميونيكيشن واي فاي او كده، او ان انا اعمل بروفايد للال سي دي سكرينز بتاعتي، واكتر واكتر. يعني من الاخر احنا بنغيرها ونجددها عشان ايه؟ عشان ان هي تخدمني في كابابيلتيز اكتر انا عايزاه. بس يبقى احنا كده خلصنا الشيلز. معلش انتوا ممكن تحسوا ان انا كروتكم حبه في حوار الانواع بتاعه الاردوينوز دي، بس والله هي نفس الكلام، والدكتور اكيد مش هيسيب كل المنهج اللي عندنا ويمسك لنا في تفاصيل التفاصيل. اهم حاجه بس تعرفوا ايه هو الاردوينو، الاردوينو بيعمل ايه، مكون من ايه، حاجته ايه. الله اعلم ايه الدكتور ده ممكن يجيب لنا رسمه اردوينو ويقول لنا رقم 1 دي ايه ورقم 2 دي ايه زي المنظر ده، عادي ممكن يسأل. وهو احنا مفروض اصلا ان احنا نعرف دي كلها ايه. بالنسبة للانواع احنا قلنا خلاص هو سأل مرة في المحاضرة، فممكن يعملها في الامتحان، لازم نعرف ايه الانواع بتاعتها. والسنسورز خلاص انتوا زبطوا الكلام اللي انا قلته بس بالانجلش، طبعا احنا كلنا اصلا عارفين يعني ايه سنسورز. وادي الشيلز خلاص قلنا، يبقى احنا بنعمل اعادة بناء للسيركتس بتاعتنا عشان توفر لي امكانيات تانية. زي ايه الامكانيات؟ قلنا خلاص ان انا عايزاها وايرلس، او ان انا عايز اعمل سيلولر تانية، او ان انا عايز اعمل كونكت من الانترنت، او اعمل كنترول للال سي دي سكرين، او 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 كل ده هتلاقوه مكتوب في الكلام اللي هنا ده كله. ربنا يعينكم يا رب.